السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اختاريت البلا ديالي اليوم هو لا تارت سيترون ميرين، ليمون تارت ميرين. هادو لي زانغريديون، المقادير ديال الليمون كريمو اللي قبل منها كانت ديال المان سابلي، الجيلاتين اللي غادي نحبس به لو كريمو، الباتر اللي غادي ايمولسيفاي معاها. هادو هذا سميتو الفلويد جيل بالاغار اغار اللي خلطته مع السكر، وهذا السويس مرينغ. درت كاع المقادير ديال الالمان صابلي، من بعد غادي نديرها في الماكينه في الالكتريك ميكسا، ومن بعد غادي ندير نخليها تدور حتى تشكل بحال الشكل ديال الرمله، ومن بعد نرمي البيض معها باش نحصل على هاد العجينه هنايا. وغادي ندير لها السيليفان وغادي نحطها في الفريجو. هذا من السيكون كريمي اللي كنديرو الباتر باش يونيفاي باش نعطي سميت كونسيستونس. اختاريت انايا لو كوينو باش غادي نديرهم في البلا ديالي ان شاء الله، ومن بعد غادي نديرهم في الثلاجة الليل كامل الفريجو. هادو حيدتهم من الفريجو من الليمول، وغادي درت لهم الكلاصاج اللي صايبته بالبكتين مع الليمون مع الحامض و لا باسيون دو فروي اللي طلع شويه. ومن بعد غادي نحط له بلا ديالي، غادي نحط الالمند صابلي نحطه في الوسط اللي طيبته على شكل بحال شكل في واحد في واحد اللاطه بحال ديال لي باغيت، حطيته من الفوق وشويه ديال صابلي الشاطليه رحيته طحنته ودرته بحال شكل الرمله في الجناب ديال لو بلا. درت هزيت الكوينل ديالي حطيتهم في الجناب ديال البطسيل ديالي. في نفس الوقت انايا درت داك الفلويد جيل طحنته حتى ولا بحال الشكل ديال الزبده مرطبه، وخليته درته في بايبين باك. وهنايا السويس ميرانغ اللي طيبته على 90 درجه على ساعه ونص المكانه حطيتها في البلا ديالي. وغادي من بعد غادي ندير الفلويد جيل اللي درت له في الجناب وفوق من الصابلي، وهذا هو لو